مرحبا بكم من جديد. مواصلين إذن في حكايتنا لليلة، شوفوا شنو اللي صار بالضبط لإيفا بوغسو بنت ال 23 سنة اللي باش تتلقى مقتولة محطوطة في صندوق في دارها في وسط لصيد اللي قاعد ياكل لها في بدنها. الحكاية الحقيقة مش باش تكون محايرة ياسر للمحققين، على خاطر بعد نهارين برك من اكتشاف الجثة فما شكون باش يجي للمركز متاع تولوز ويقول انه عنده ما يقدم فيما يتعلق بمقتل إيفا بوغسو. هاي تفضل، مرحبا بيك. شكون سيادتك؟ طه 21 سنة. هاي تفضل سي طه، شنو هو الإفادة متاعك؟ أنا نعرف شكون اللي قتل إيفا بوغسو. اللي قتل إيفا بوغسو هو صاحبي زكريا، نعيطولو احنا زاك. طلبني قال لي راو راني عملت عملة خايبة، راني قتلت إيفا وراني باش نتخلص من الجثة، راني حطيتها في الأسيد باش نذوبها. اي باهي سي طه، وكيفاش قتلها؟ كيكا ما نعرفش، انا ما كنتش حاضر، ما نعرفش، نعرف فقط اللي هو قتلها وكهو. هذه كانت إفادة طه علوي، مغربي عمره 21 سنة، صاحب زكريا. فبالتالي انطلق البحث على زكريا 18 سنة، زكريا اللي باش يتم إيقافه سريعا، ولكنه عنده رواية أخرى تماما. أنا قتلت إيفا؟ لا، أنا شاركت ربما لكن أنا ما قتلتهاش. ويحكي زكريا اشنو اللي صار، باش يقول انه باش يتوجه هو وصاحبه طه اللي عنده مشكل متاع فلوس، خاطرهم الاثنين ما نسيت ما قلتلكش الاثنين مدمنين متاع مخدرات، عندهم شخص ثالث اسمه غيوم لو شينوا، غيوم الشنوازي كما يسميوه، غيوم لو شينوا يشريو من عنده في الدروك. توا يسالهم برشا فلوس ويسال طه برشا فلوس وقال له يلزمك تجيب لي فلوسي. يا اخي سي طه اللي ما عندوش فلوس، قعدنا قلنا كيفاش باش نعمل؟ يا اخي طه قال لي نمشي ونسرقوا ايفا. ايفا ماي تبيع، راي عندها مبلغ محترم، نهزوا المبلغ ونهزوا الدروغ. اشنو قولك؟ وانا ما كنتش من عكسي وقلت له نمشي ومشينا، لكن لقينا لي إيفا في الدار، في بالنا باش نلقاوها ماهيش في الدار وباش ندخلوا نسرقوها. يا اخي درنا درنا درنا، مشينا في الليل، يا اخي مازلت في الدار. يا اخي دخلنا بحذاها واحنا حبايبات ونعرفوها مليح، دقينا الباب وقعدنا بحذاها وسهرنا معاه واستهلكنا انواع واشكال من المخدرات اللي كانت موجودة عندها واللي هي احنا ديما نستعملوها في سهرياتنا وقعداتنا، حتى انهم اعطاو ليستا للشرطة بالمخدرات اللي استعملوها انهارتها. باش نجيب لكم الليستا خاطرني ما شديتهمش في مخي الحقيقة، اللي هما فرد سهرية. سيدي قالوا استهلكنا لنديما، الاكستازي، الشامبينيون الوسينوجين، الكوكايين، المورفين، الليزدي والكيتامين، كل هذه
الأنواع حتى الوجوه الصبيح. هي من بعد شاملتوا قتلتوها؟ لا. من بعد روحنا. روحتوا؟ هي روحنا وبعد قررنا باش نرجعوا لها. رجعنا على أساس طه نسي حاجة في الدار. عاودنا دقين عليها الباب، هي حلت الباب وانا عندي لو بوين امريكان، عرفتوها كالقبضه الحديديه هذيك، انا عندي البوين امريكان، دخلت عليها بالبونيه للي تحت. هي تحت وطه جي قالها وينهم الفلوس؟ الفلوس وينهم؟ هي مدمدمه وما هيش عارفه شنو اللي صاير لها بين الدروغ اللي ضربته وبين التريحة اللي ماكلتها. قتلوا وراء الفوتوي، وراء الفوتوي مشي طه، وراء الفوتوي ما لقى شيء، ارجع له. وهو كي دخل مرة ثانية دخل معاه كل حاجة تشبه للمسحة، ما نعرفش شنو يقولوا لها احنا اصلا الفركست على اسمها بالعربي ما لقيتهاش. حاجة تشبه المسحة مذبة هكا، عندها زوز سنون في راسها، يقدم ويوخر ويضربها بها في راسها ويقولها ويني الفلوس؟ إيفا ما عادش تتحرك، والفلوس باش يلقاهم في نهاية المطاف فعلا ورا الفوتوي وين هي قتل. قديه الفلوس؟ 900 أورو. هذيك هي الكسيبة. من بعد باش نخرجوا نروحوا، لكن كي بدينا نفيقوا ما فهمناش يا اخي هذاك اللي صار عملناه بالرسمي ولا نتخيلوا فيه. يا اخي قلنا نرجعوا نشوف. يا اخي رجعنا للدار، يا اخي لقينا اللي احنا فعلا قتلنا ايفا. يا اخي وقتها طه قال لي كيما انا حطيتك في المشكله هذه كيما نخرجك منها. قال لي تفرجت في السيري سيزون الاولى متاع بريكينج باد، كي باش يتخلصوا من جثه يحطوها في الاسيد. هاي نمشيو نشريو الاسيد. ومشيو وفي لي غروند سيرفاس يتبيع في فرنسا الاسيد، ومشيو شريو 15 ايترا اسيد، ثلاثة بيض، ثلاثة هذوكم اسمو بيدون، وشريو صندوق كبير بلاستيك باش يحطوا فيه الجثة ولا. جابوا حطوها في الصندوق، غفصوها كيما ينجموا خاطر الصندوق جا ضوايق شوية عليها، وبعد صبوا ال 15 إيترا أسيد. يا أخي لقاو لي البدن ما تغمش، ناقص أسيد. يا أخي عاودوا رجعوا شراو الأسيد 12 نيترا أخرى وكملوا صبوها. بدي لاسيد يعطي مفعوله، ولكن الريحة كانت لا تطاق، فقررنا أن نعمل سكوتش على البيبان والشبابك وكذا باش ما تطلعش الريحة. ولكن قعدنا كل يوم نجيو نتفقدوا في الجثة، اتحللت ولا لا، ولات ما كما شفناها في المسلسل والا لا. يا اخي الحق الحق ما فهمناش علاش في المسلسل فيسع فيسع الحكايه، هما احنا قاعده جمعه والبدن مازال ما ذابش. هذه الحكايه اللي قدمها زكريا للعناصر الأمنية.
إذا ولات عنا زوز روايات. رواية متاع طه اللي يقول ما كنتش حاضر أصلا، زكريا هو اللي قام بهذه الجريمة وهو خبرني بها. والرواية متاع زكريا اللي يقول لا، أنا وطه كنا حاضرين، أنا اللي ضربتها الأول ولكن طه هو اللي قتلها. وهنا تجي الأهمية متاع المحاكمة اللي قلت لك عليها قبيلة. شفت عليش قلت لك راهو المحكمة يعني الهدف من المحاكمة مش بركة أن نقولوا هذا مجرم وشنو عمل وشنو كذا، لا، الهدف أن الساعة نفهموا درجة مسؤولية كل واحد. طوانا كنقول لك الحكاية هك أنت شي يجي لبالك، مسؤولية مشتركة، قد عندهم الاثنين، فما واحد عنده أكثر من الآخر. هاي القاضي راهو باش يحكم غدوة، قاضي راهو يزمو يعرف اسكو عندهم فرد مسؤولية ولا هذا مسؤوليته أكثر من الآخر، ولا هذا بريء وهذا مذنب، ولا هذا قاعد يتفرج والآخر نفذ العملية. كل هذا، كل هذه التفاصيل. على كل حال تنطلق المحاكمة، مش باش نطول عليك ياسر، باش نقولك أنه في نهاية المطاف باش يوصل طه يعترف بأنه رواية زكريا رواية صحيحة، وأنه هو فعلا اللي ضربها بالمسحة هذيك على رأسها، وأنه هو اللي جاته الفكرة متاع أنه يستعملوا لاسيد وغير ذلك، وهو اللي خذاله فلوس و و و و اعترف في نهاية المطاف بكل هذه التفاصيل. فجيت المحكمة تسأل في طبيب شرعي، يا سي طبيب شرعي، سبب الوفاة يعيشك، هل هو ضربة على الرأس بالمسحة وإلا هي ضربات البونية؟ طبيب شرعي باش يقول له والله يا سيد القاضي باش نقولك، ينجم يكون المسحة وينجم يكون البونية وينجم يكون حاجة أخرى. طبب أي ينجم يكون الأسيد اللي تصبت فيه دخل لها الحلقة وقطع عليها النفس. أنا الحقيقة سيد القاضي لم أتمكن من معرفة السبب المباشر للوفاة. أيوة، وهكا تزيد تتعقد الأمور، تتعقد في تحديد المسؤوليات. المهم ولو عنا اثنين متهمين أبقى تحديد درجة المسؤولية متاع كل واحد، ولكن عكس ما تنجم تتصور المحاكمة متاعهم اللي باش تبدأ ماشي باش تبدأ بجريمة القتل، وإنما باش تبدأ بجرائم الترويج تاع المخدرات. أكتوبر 2018 بدأت المحاكمة من أجل جرائم ترويج المخدرات، ثم من بعد باش نتعداو الى جريمه القتل. ولكن في الاثناء سؤال محوري تطرح، هاني نجيك هنا مره اخرى لدور المحاكمات. يا اخي يكفي نجي ونقول هذايا مذنب، هاي سيدي هذايا حطوه اعدام، وهذايا طول طون، وهذايا 20 سنه وكهو وفي. كيفاش زوز نوابغ، خاطر ما قدمت لكش زكريا وطه كما يلزم، طه علوي وزكريا بنوني هما زوز أولاد نجمو نعتبروهم متميزين متفوقين في قرايتهم، متحصلين على أعلى المعدلات في معاهد وفي كليات اللي تعتبر في فرنسا من أصعب ما يكون. بالتالي السؤال اللي حير الناس الكل اللي شافت هالهدرة هذه، كيفاش هذو مراهم لهم فاشلين، لهم منحرفين، لهم أصحاب سوابق، لا عندهم هذا الكل، كيفاش صار هذا التحول؟ صحيح اللي باش يلقاو انهم
من الأول انخرطوا في الإدمان، في إدمان المخدرات، وهنا تحلت لأيام في المحكمة نقاشات حول موضوع المخدرات، والمخدرات شو تنجم تعمل، وكيفاش تنجم تغير السلوك. شفت المحاكمات شي يصير فيها؟ نفركوا شنو صار باش نفهموا، باش نفهموا باش اللي صار نحاولوا نتفاداوه مع ناس أخرى. كيفاش الشباب 18 و21 سنة كانوا من أحسن ما يكون، من أحسن ما فما، كيفاش ينجموا يسقطوا في الإدمان ويتحولوا من بعد إلى الإجرام؟ مش أي إجرام، قتل وإخفاء الجثة بالأسيد. معناها شو؟ أيام طويلة باش تنظر فيها المحكمة في هذا الموضوع. هذا ربما ساعات أنا نقول اللي ينقصنا احنا في بعض محاكماتنا، أنه المحاكمات لا تكتفي بأنك تقرر العقوبات، المحاكمات هي فرصة أن نفهم المجتمع، نفهم علاش صار اللي صار، كيف يمكن تفادي اللي صار. على كل حال طرح هذا الموضوع بقوة، ثم طرح الموضوع توا زاد المهم لتحديد المسؤوليات. أي مسؤولية لطه وأي مسؤولية لزكريا؟ هل الاثنين نعتبروهم مسؤولين والسلام ونحكم عليهم الاثنين بنفس الحكم؟ سؤال مش تجاوب عليه النيابة العمومية في فرنسا اللي باش تعتبر أن طه له مسؤولية أكثر من زكريا. علاش ترى؟ على خاطر أولا اعتبروا أن طه هو اللي جاب الفكرة متاع السرقة، اللي هي حاجة صحيحة. اثنين، طه هو اللي ضرب بالمسحة بعد ما طاحت الضحية وما زالت كونسيون، هو اللي ضربها. ثلاث، هو اللي جاته الفكرة متاع إذابة الجثة بالأسيد ومشاو جابوا الأسيد. أربعة، هو اللي هز 900 يورو وهو اللي استعملهم. وخامسا وأخيرا، هو اللي مشى كنس ملاح بعد ما عمل هذوما الكل ومشى قود بالجريمة وحطها في رأس صاحبه. وبالتالي من أجل جملة هذه الأفعال، الحكم على طه باش يكون أشد من الحكم على زكريا، لكن الحقيقة مش فرق كبير ياسر. 21 ديسمبر 2018 باش يصدر الحكم في هذه القضية في تولوز. ستحكم المحكمة على طه ب 30 سنة سجن، وتحكم على زكريا ب 25 سنة سجن. الاثنين قرروا أنهم ما يستأنفوش الحكم، وبالتالي أصبح الحكم بات ونهائي. واليوم الاثنين ما زالوا قاعدين يقضيوا في عقوبتهم السجنية في فرنسا. نستنى رأيكم على هذه القضية، على كل المواضيع اللي تطرحها، على تأثير لسيري فينا، على تأثير الشيء اللي نتفرجوا فيه بصفة عامة، على المخدرات وشنو اللي تعملوا، وخاصة نحب ناخذ رأيكم على هذا التحول الدراماتيكي في الحكاية. كيفاش نوابغ ولاد متميزين ينجموا يوصلوا إلى مثل هذه الجرائم؟ شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.